وصلنا لفقرتنا التالية يا سمر. فبظل الغلاء المعيشي والاقتصادي اللي عم نمرق فيه بوقتنا الحالي، إن شاء الله تكون فترة وبتمرق على كل الناس، أصبح التكافل الاجتماعي موضوع أساسي لحتى نقدر نحافظ على توازن لو بسيط بالمجتمع من خلال العطاء. وهذا العطاء مو بالضرورة يكون أكبر من قدرتنا، وإنما بإمكانياتنا المتاحة نقدر نفكر ونساعد غيرنا. مع دخول فصل الشتاء وأسعار الملابس طايرة بطلوع، في عالم ممكن يكون عنده ثياب زيادة، وفي عالم ممكن يكون عنده حرامات زيادة أو عنده أي شيء زيادة فيها تساعد في غيره بلمسة دفع من فريق تكاتف، وتكون وسيلة لحتى نوزع سوا ناس بحاجة لإله. كلنا نتكاتف سوا لحتى نبرهن لبعض قديش نحن مهم وجودنا حد بعض. رح نحكي أكثر عن هالفعالية أو عن هالمبادرة وحملة لمسة دفا مع فريق تكاتف. معنا سيد رامي حمادة، صباح الخير، المنسق العام لفريق تكاتف، ونور سليمان مسؤولة المتطوعين في الفريق. أهلا وسهلا فيكم، صباح نور. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. بالبدايه بدي ابدا معك رامي، خلينا نحكي عن حمله لمسه دفا. بدنا نحكي عن العنوان، سبب التسميه بالبدايه واهداف الحمله. خليني بلش معك اول شيء. صباح الخير، شكرا كثير لكم على هي الفرصه. سما بدي يكون واضح معك، نحن بفريق تكاتف عندنا خط عريض مبني عليه كل فكر الفريق، انه نحن انت مين ما كنت وين ما كنت دائما انت قادر انك انت تعمل تغيير، دائما انت قادر انك انت تعمل فرق. قد ما كنت انت مكانك بالمجتمع غني فقير قوي ضعيف، انت دائما في شيء بتقدر تعمله، وكل ما ازدادت كل ما ازدادت المسؤوليه عليك. فنحن من هذا طلاب جامعة جمعنا حالنا، وضمن فريق تكاتف بنشوف كل شيء بنقدر نعمله نقدمه عم نساوي. مثلا ضمن الشتوية مثل ما حكيتوا هلا الوضع صار كتير صعب، فنحن مثل خلينا نقول بحاجة حدا يعني لمسة دفا، نحن بحاجة لمسة دفا، يعني هي 100% العنوان بيعبر عن الشيء اللي نحن رايحين باتجاهه. فنحن بلشنا نجمع الثياب، بلشنا اول شيء من 3 سنين نجمع ثياب الزايده اللي هي بحاله جيده، بنرتبها بنظبطها وبنرجع بنوزعها. السنه الماضيه بلشنا نجمع حرامات دفايات، بلشنا ننتبه انه لا نحن بحاجه، في عالم عندها شغلات زايده غير الثياب كمان ممكن نوزع على ناس محتاجته اكثر. انت بنحكي الثوبيات الاحرامات وهالاشياء الثانيه. 100% 100% نحن السنه الماضيه وزعنا بحدود اكثر من 40 دفايه واكثر من 60 احرام، بحدود 7000 قطعه ثياب تقريبا السنه الماضيه. حلو، خلينا ننتقل لنور. يسعد صباحك نور. يسعد صباحك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكي نور. يعني حضرتك انت مسؤولة المتطوعين، ومن شوي ذكر رامي انه انتم طلاب جامعيين جمعتوا حالكم عملتوا هي المبادرة، هي ما عمرها يوم ويومين، هي عمرها كذا سنة او 3 سنين. 3 سنين لحتى قدرتوا اليوم انه توصلوا لناس هنن عن جد بحاجة لإلكم، وصار عندكم داتا. خلينا نحكي اليوم عن أهمية التفاعل بين المتطوعين، بين الناس اللي بحاجة وبين الناس المعطاءة أيضا. يمكن لما يكون المتطوع هو حاسس ومآمن بالفكرة أكيد بيعطي من قلبه أكثر. هلأ بداية نحن كمتطوعين خلقنا من رحم الأزمة، الأزمة اللي عشنا فيها من خلال مجتمعنا السوري، وقديش أثبت صموده خلال هاي الفترة. نحن طلعنا بفكرة إنه ليش لحتى ما نقدر نساعد الناس، رغم إنه الإمكانيات كثير ضئيلة. نحن جمعنا شيء واحد هو لا، لازم نحن نساعد الناس، لازم نوقف معهم، لازم إنه لو كلمة طيبة صارت تفيد، صار انه اي انسان حتى الكلمه انه يحسها شيء كثير كبير بالنسبه له. بالنسبه لي انا مثلا لما كانت تجيني الاتصالات
ومثلا الا بتقدروا مثلا تنزلوا تاخذوا تبرعات من المكان الفلاني، دعوات لحالها كانت كافيه، مثل الله يخليكي الله يحميكي الله، هدول الدعوات الله يرزقكم الله يوفقكم، تحيه تدعي بشكلها، هدول الدعوات البسيطه من هيك ناس بتحسيها شيء كثير كبير، شيء بيخليكي انه انت مؤثره بالمجتمع، قادره انك توصلي. نحن كمتطوعين طبعا بيجمعنا شيء هو حب الناس والشغف، الشغف للعمل التطوعي، لحتى لما بنجتمع لفرز الثياب لكذا يعني بنقضيها تسلاية وضحك، وحتى الأحزان صارت مشتركة، ما عاد في شيء لا إنه أنت لحالك وأنا لحالي، اثنيناتنا سوا إيد واحدة بيجمعنا حتى اسم تكاتف. عن جد إيد واحدة بشكل مو معقول. وقت كنت معكم برمضان السنة الماضية كانت الأجواء ولا أحلى من هيك، روح العمل الجماعي، المحبة متشابكة بكل مكان، عائلة، مع إنه أنا كنت جديدة ورحت معهم واشتغلت شوي معهم ساعدتهم، حسيت حالي أنا من هاي العائلة. روحكم كتير حلوة فريق تكاتف، فيكي تكملي كمان هلا من خلال هلا العالم والناس المحتاجه اللي عم تجي لعنا، هي كمان عم تجي بتقول ايه انا مستعده ساعدكم، تمام انا مستعده ساعد، انه مو بس بدها تاخذ حاجتها، لا صارت انه بدها تساعدنا، عم تشوف الحب اللي موجود، هي صرنا عائله. اما بالنسبه للناس اللي انا مثلا في ناس بتحكي معي من غير محافظات انه نحن بنقدر نبعث، طب اوكي يعني في ناس القريبه اللي هون احيانا بتستصعبها، هدوك لا نحن مهم الدعوات عم توصلنا، المهم الناس عم تبتسم بعد هذا العشر سنين اللي عشناهم صاروا كثير صعبين. بالنسبه لنا نحن اكثر شيء بنتمنى انه الناس اللي لسه قدرانه انها تعطي انه بتتمنى انها تساعدنا، نحن كشباب لازم ندعم الفكر، الرأي، الطموح، الشغف اللي موجود لازم نضل نحاول نوصل إليه، وإن شاء الله حتوصلوا له. رامي خلينا نحكي عن آلية العمل، مثلا جبتوا أنتوا الثياب، جبتوا الأغراض الشتوية سواء الثوبية ولا الدفاية ولا كثير من الأشياء الثانية، كيف ممكن توصلوها للأشخاص؟ الأشخاص كيف ممكن يتواصلوا معكم؟ ولا مثلا صار عنكم داتا الأشخاص يلي هديك السنة الموجودين بترجعوا كمان هاي السنة بتعطوهم، ولا بتشوفوا أشخاص آخرين؟ هلا احنا بنبلش بالقطع لما عم تجي بتصلوا بالارقام اللي موجوده اللي هن خلينا لان حيطلعوا على الشاشه او ما بعرف اعطيناهم الكنترول. استاذ وسام الارقام عندنا على الشاشه، تمام. فهي نور نور بتسجل الداتا، كان داتا مستفيدين وداتا متبرعين، بينقسموا قسمين. داتا المتبرعين بنروح بنجيب منه الثياب، طول الاسبوع نحن بنوزع من لم الثياب، يوم الجمعة على الساعة 12 بنلتقي بمقر الفريق، بنرتب الثياب، بنوزعهم، بنغلفهم، بننقي المرتب، بنشوف إذا في شغلة بدها تصليح، في شغلة بدها تظبيط، بنغلفها مع قياسها وبنجهزها، بعدين بنحدد موعد مع المستفيد بحيث إنه يجي هو وعيلته. تمام. والأهم نحن هون بنركز على نقطة كتير مهمة، إنه نحن ما بنروح لعند الـ 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 المستفيد بنقول له مسيك هدول الثياب لإلك وخلاص، لا، بنجيبه لعنا أو بنحدد له مكان يقعد فيه، يكون فيه معه مجموعة ثياب، هو يقعد ينقي قطعة تناسبه وتعجبه وياخذها ينبسط فيها ويستفيد منها. تمام هي نقطة كتير بنركز عليها بآلية التوزيع. أكيد حكينا آلية التوزيع، خلينا كمان نحكي هل إن الأشخاص نفسهم يعني اللي تعاملتوا معهم هذيك السنة واللي ساعدتوهم نفسهم هاي السنة كمان، ولا بتشوفوا أشخاص صراحة آخرين؟ صراحة نحن منغير منشوف حدا تاني، بدنا يعني نحن اللي استفاد أول مرة منحاول نفيد حدا تاني هالمرة. تمام. هي يعني مثلا اللي عطينا دفاية السنة الماضية منحاول هاي السنة ما بنعطي دفاية، بنعطي حدا تاني دفاية. تمام. مثلا اوكي ثياب ممكن السنه ممكن يتكرر الثياب، ثياب ممكن تتكرر، بس الشغلات كل ما كانت كل ما زادت قيمتها بنحاول نفيد فيها عدد اكبر من الناس. تمام نور، خلينا نرجع لعندك ونحكي، يمكن اكيد هلا بعد شوي الارقام رح تظهر على الشاشه ونحن رح نحطهم على الفيسبوك لحتى يقدروا يتواصلوا معكم العالم. بالبدايه خلينا نحكي انه يعني لازم شوي على الفيسبوك انه نحن نعرف بالحمله لحتى يوصل اكثر عدد من
من التبرعات حتى ولو من خارج سوريا ممكن يوصلنا مبالغ مالية نحن نشتري فيها الثياب ونقدمهم للناس أو أي شيء بيلزمهم. خلينا نحكي عن مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، قديش مهم، قديش كمان لازم يكون في فرز للمتطوعين أنه هن كمان يستقبلوا ناس وآراء وأي شيء على الفيسبوك إن كان. هلا بالنسبه لنا نحن موجودين بصفحه الفيسبوك هي فريق تكاتف التطوعي، هنيك اغلب النشر اللي عم يصير لنا، حتى المتطوعين نفسهم عم يشاركوا البوستات، عم يحاولوا يصلوا لاكبر عدد من الناس لحتى نقدر يا اما محتاجين يا اما متبرعين. بالنسبه لنا كمان هي الارقام موجوده مشان التواصل، حتى في صفحات ثانيه عم تساعدنا من خلال التشهيرات اللي عم تصير من خلال النشر ومساعدتنا بكل شيء بخصوص هذا الموضوع. واي شيء بيصير فيني ارجع اضيف اضافه صغيره، نحن اول ما بلشنا قلنا انه انت دائما في بتقدر تعمله، يا اما انت بتقدر تتبرع، يا اما انت اذا ما كنت بتقدر تتبرع انت بتقدر تفتح على الفيسبوك تعمل شير، يعني الشير هو بحد ذاته مساعد لو شيء بسيط، وحتى فيه حتى يتطوع يشتغل معكم كمان 100%. كيف ممكن يتواصل معكم كمان على نفس الارقام، على نفس الارقام او عن طريق صفحتنا او عن طريق صفحتنا على الفيسبوك. تمام. وبرجع باكد اهميه السوشيال ميديا، يعني اليوم السوشيال ميديا هي اللي عم توصلنا بالشكل الرئيسي للمتبرعين وللمستفيدين للاثنين. وشي داعم، يعني مثلا اليوم نحن على التلفزيون بنوجه رساله للشباب اللي ما لهم قدرين انهم يتبرعوا، يا شباب شير على الفيسبوك، لا تستهين بقوه الشير، الشير كثير قوي، الشير شغله كثير مهمه للبوست وللفكره، هي نقطه كثير مهمه. اكيد الارقام اكيد حتى حتكون بصفحتنا بصباحنا غير لنقدر ننشر الاسم اكثر وننشر الحمله اكثر بهالوقت. رامي شو الجديد عندكم بعد لمسه الدفا؟ شو في عندك؟ هلا نحن بعد لمسه الدفا او من لمسه الدفا لقينا مثل ما قلت لك انه نحن مو بس الثياب اللي عم بتكون زايده عند حدا وفي حدا تاني محتاجه، فنحن عملنا جروب سميناه زياده عندك ضروره عندي. تمام. هذا بيهدف انه انت كل شيء حاسس انه انت هذا الشيء زياده عندك وغيرك محتاجه، فنحن نقدر نوفق ما بين حدا محتاج وما بين حدا عنده، يعني كان اي شيء بالبيت نوصل بيناتهم 100% اي شيء، اي شيء بالبيت فيه كلياتنا عندنا كراكيب مو عارفين وين بدنا فيها، حتى ممكن كيس ممكن يفيدكم كحاله لمسه الدفا، يعني حتى لو قطعه واحده نحن كمان كان عم نستفيد منها، الواحد ما يخجل اذا عنده كميه بسيطه. وهلا الارقام اكيد عم تطلع على الشاشه لكل حدا حابب يتواصل معكم. اكيد في عندنا حدا السنه الماضيه من دون ما اذكر اسماء، تمام، احد الفعاليات التجاريه تبرع لنا ب 10000 كيس، 10000 كيس جاب لنا اياه، بيجيب 10000 كيس لانه احنا هذا الكيس بالنهايه حنضبه بقلب، صح، حتى الاغراض بقلب تعفو للاشخاص. تمويلنا بالفريق شخصي، يعني احنا مو في عندنا حدا بيمولنا، تمويلنا شخصي، ففعليا هو لو ما جبنا الكياس كنا احنا حنجيب الكياس. لكن اكيد الارقام ظهرت على الشاشه ونحن وانتم لازم اكيد نشيل شيء نحن ما بحاجته، واكيد يعني الشعب السوري اكيد هو اوريدي بيعمل هيك، بيحبوا بعض، ولكن خلينا نروح على فريق منظم عنده داتا بعالم هن بحاجه اكثر من عالم لحتى نعطيهم شيء هن بحاجتهم، خاصه بهالظروف الصعبة اللي هي صعبة على الكل، على الغني وعلى الفقير وعلى الكل، والدنيا يعني أكيد ما نسابتة، ممكن اللي تعطي يرد لك بيوم من الأيام وبطريقة تانية. نحن بدنا نتشكر نور ونتشكر رامي، الله يقويكم، وبدي وجه تحية لكل الشباب أيضا. شكرا كثير لكم كمان على استضافتك. أكيد شكرا لكم، نتمنى لكم دائما التوفيق ونتمنى لكم أكيد النجاح، وهذا نجاحكم من نجاحنا، والثقافة المجتمعية اللي عم تنشر رامي كثير حلوة، بتمنى لكم التوفيق وأكيد بنشوفكم بحلقات قادمة. شكرا كثير، شكرا لكم.